لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. جميلة، ازيك؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ على فكرة دي مش صدفة، انا اللي قلت لعمك اديكي معاد هنا عشان اقابلك. ممكن تفضلي معايا؟ ازيك؟ الحمد لله. طبعا انت بتسألي نفسك انا عايز اكلمك في ايه، مش كده؟ اكيد حاجة مهمة.
هيكون في اهم من ابني اللي هرب معاكي؟ مش حقيقي. انا هربت من عمي وهو هرب منك بالصدفه في نفس الوقت. لما هي بالصدفه ليه ما نصحتهوش يرجع بيته؟ انا نصحته كتير بس هو اللي مش قادر يسامحك على الكلام اللي قلته له اول مره. قرر يلاقي نفسه بس بعيد عنك. يلاقي نفسه بعيد عني ازاي بس؟ وهيلاقي نفسه معاكي بقى؟ على فكره انا مش المشكله الوحيده في حياه ادم. اه بس انتي اكبر مشكله في حياه ادم، لانه لسه بيفكر فيكي وناسي ان كاتب كتابه على نهى. بس انا قلت لادم ان احنا مش هينفع نكون مع بعض. انتي عارفه ليه يا جميله؟ مش هينفع انتي وادم تكونوا لبعض؟ عشان كاتب كتاب على نهى زي ما حضرتك قلت. حكايه مش كاتب كتاب على ورق، حكايه اكبر من كده. ادم دخل على نهى من ورانا. طبعا ما رضيش يقول لك لانه خافت تزعلي وتسيبيه. شوفي يا جميله، انا عايزك تحطي نفسك مكان نوعها. تخيلي انت متجوزه ادم، وطبعا سلمتي نفسك ليه لانه جوزك، وبعد ما تعملي كده يجي يقول لك اصلا بحب واحده تانية وعايز يسيبك. الحكايه مش كده وبس، ابو نهى لما عرف بقى هيتجنن وندم ان حط ايده في ايد ادم. شكلك مش مصدقاني مش كده؟ روح اسألي آدم وشوف هيقول لك ايه. ساكت ليه؟ بابا هو اللي قالك كده؟ ايوه. وما طلبش مني اخبي عنك، انا عرفت منين؟ بابا ما اكدبش عليك يا جميله، كل اللي قالك عليه حصل. مش عارف ازاي بابا يقول سر زي ده. ليه وانت كنت ناوي تفضل مخبي عليا لغايه امتى؟ يا جميله اللي حصل ده كان قبل ما اشوفك تاني، وما تنسيش ان كنت كاتب كتابي فعلا. انا ما طلبتش منك تبرر انت عملت كده ليه؟ واضح انه اصلا مش من حقي اسالك انت عملت كده ليه؟ انا بس مستغربه انك خبيت عليا. عشان كنت خايف عليك يا جميله. كنت عارف ان حاجه زي دي اكيد هتجرحك. لا ما تقلقش، ما انا اتجرحت خالص. عايز تفهمني ان مفيش اي حاجة تمنعك انك ترتبط بيا حتى لو على حساب نهى. انا ما جيتش على حساب نهى، عشان كده قلتلك نتجوز من غير ما اسيبها. انت كنت بتدور على اي حل حتى لو كان مجنون، وانا كنت موافقة اتجنن معاك على الاقل احسن ما اتجنن من غيرك. انا مش شايف ان في اي حاجة اتغيرت، عشان كده الحل المجنون ده مملكش غيره لغاية دلوقتي. حتى ده ما بقاش من حقنا. باباك فوقني من الحلم اللي انت كنت عايز تعيشني فيه. هو صحيح كان حلم حلو قوي، بس كان قصير قوي. رايحة فين يا جميلة؟ خلاص، من النهاردة ما بقاش من حقك تسألني السؤال ده، وأنا مش من حقي أجاوب. متستغربش يا بابا، كان لازم اجيلك بعد ما قلت سري مع نهى الجميلة. أنا مش مستغرب ولا حاجة، لأن من وجهة نظري أنت ما غلطتش مع نهى في حاجة، دي مراتك. الغلطة بقى إنك تروح تعرف واحدة عليها. أنا مش بس عرفت جميلة، أنا بحبها ومش هسيبها.
يا آدم قلت لك مليون مرة يا حبيبي دي تهيؤات، دي نزوة وهتخلص منها إن شاء الله قريب. لا مش نزوة يا بابا، وحضرتك عارف كده كويس، ما كنتش رحت لها بنفسك وقلت لها على كل حاجة. أنا رحت وقلت لها على كل حاجة لأن أنت كنت مخبي عنها كل حاجة. أنا كنت مخبي عنها عشان مش عايز أذيها. لا أنت مخبي عنها عشان مش عايز تخسرها. وده اللي خلاك بقى تقول لها؟ فاكر كده هنبعد عن بعض؟ ما هي لو ما كانتش اتأثرت من اللي قلته لها يبقى تخاف منها. ما تخافش يا بابا، عرفت وتأثرت وقالت لي مش هنتقابل تاني. شفت؟ بس ده بقى عمره في حياته ما هيحصل، لأن لا أنا ولا جميلة هنقدر نبعد عن بعض مهما حضرتك حاولت تفرق بينا. ماشي؟ ماشية من هنا خلاص، لقيت مكان تاني. بتهربي مني يا جميلة؟ أحسن لي وأحسن لك. بتعاقبيني على حاجة عملتها قبل ما أعرفك؟ إحنا مش هينفع نضحك على نفسنا أكتر من كده، إحنا مستحيل نكون لبعض. يا جميلة أنا بحبك ومش هسيبك تضيع مني تاني. عشان خاطري سيبني أمشي. على فكرة بقى أنت محتاجاني أكتر من الأول، وأنا كمان مش هقدر أكمل من غيرك. استنى يا روح، استنى استنى افهمك على كل حاجة. تقرب لها ايه؟ على جوزها. هي الحمد لله كويسه، شويه جروح سطحيه مكان الوقوع على السلم، بس الحمد لله البيبي بخير. بيبي؟ إيه انت متعرفش ان هي حامل ولا ايه؟ حضرتك سامعني؟ بقول لك ما تعرفش ان هي حامل؟ لا ما كنتش اعرف. عموما يا سيدي مبروك، ان شاء الله ادعي لها ان ربنا يقومها بالسلامه وتملاها حملها على خير. دكتور. افندم. حضرتك متأكدة إن هي حامل؟ طبعاً، إحنا عملنا لها سونار وتأكدنا. طب هي عرفت إن هي حامل ولا لأ؟
هي دلوقتي تحت تأثير حقنة مهدئة، إن شاء الله أول ما هتفوق هتعرف. وانا معاه. انا فين؟ انت في المستشفى. الحمد لله على سلامتك. انا اسف يا نوى، كنتش عارف انك جاي ورايا. يعني لو كنت تعرف ما كنتش هتقولها انك بتحبها، ما كنتش هتقولها انك ما تقدرش تعيش من غيرها. عموما ربنا هو اللي رايد ان يسمعك. أظن لو ما كنتش سمعتك كنت هفضل أيوه. بس أنا دلوقتي خلاص فهمت، عرفت إن أنا وأنت ما ينفعش نكمل مع بعض. إزاي بتقولي الكلام ده؟ أنت عارفة إن إحنا يعني إن إحنا إيه؟ غلطنا يعني؟ مش مهم، غلطتنا دي أنا هتحملها لوحدي، مش هصلح غلطة بغلطة تانية. مش هتجوزك وأنا عارفة إنك بتحب واحدة تانية غيري. ما تقدرش تعيش من غيرها كمان. طلقني يا آدم. أنا عارفة إنها من ساعة ما رجعت لك وأنت عايز تخلص مني. لا طبعاً الكلام ده مش حقيقي. على فكرة أنت مش مضطر تقول كده عشان حد. أنا هفهمهم إن أنا اللي صممت على الطلاق. هقول لهم إني خلاص ما بقتش بحبك زي الأول. إحنا مش هينفع نتطلق يا ماما. ليه؟ عشان أبوك وأبويا عرفوا سرنا؟ لا، في سر تاني لسه معرفوهوش. انت حامل. شكلك ما كنتيش عارفة. مين اللي قالك اني حامل؟ الدكتورة قالت لي ان هم عملوا لك سونار عشان يطمنوا عليكي واكتشفوا انك حامل. بس ما تخافيش يا نور، انا مش هسيبك وهنتجوز بسرعه قبل ما اي حد يعرف اي حاجه، ونبقى نقول ان البيبي اتولد بعد 7 شهور. لو سمحت يا دكتور. ها طمنت على المدام؟ اه الحمد لله. الحمد لله. بس انا كان ليا طلب عند حضرتك. خير؟ مش عايز حد يعرف ان هي حامل. ليه انت مش تقول ان انت جوزها؟ اه بس احنا لسه مكتوب كتابنا. وخبر زي ده لو اتعرف ممكن يعمل لنا مشكله كبيره. ما هو لازم هيتعرف. ولا انتوا ناويين تنزلوا البيبي؟ لا هنتجوز ان شاء الله قبل ما حد يعرف. اوكي انا هنبه على استاف التمريض ان هم ما يتكلموش مع حد. شكرا. العفو.
ايه اللي حصل يا ادم؟ عملت ايه في بنتي؟ مش وقته يا بابا، نوع فين يا ادم؟ في الاوضه جوه. لو عرفت انك اذيتها تاني انا مش هرحمك. تعالى بس نطمن عليها بابا، تعالى نطمن عليها. كانت هنا وشافت ادم معايا. كانتش قادره تستنى 10 دقايق، انت كنت خلاص سايبه العماره بحالها. ادم كلمني وقال لي انها وقعت على السلم وهي نازله من هنا ونقلها المستشفى. لا حول ولا قوه الا بالله، زي ما يكون جات لقدرها. يا عصام انا سبب في كل اللي بيحصل ده. وانت ذنبك ايه بس؟ انت كنت خلاص لما هدومك وماشيه. انا ما كانش المفروض اجي هنا اصلا. ما تحمليش نفسك فوق طايطه، دلوقتي ادم هيجي وهنفهم منه ايه اللي حصل بالظبط. ان شاء الله. ادم طمني، ايه اللي حصل؟ طيب انا تقريبا كده ناسي حاجه اروح اعملها، استناك. ها في ايه يا ادم؟ ليه ما عرفتش تتكلم قدام عصام؟ اوعى تقولي ان انها حصل لها حاجه وحشه، ساعتها هيبقى ذنبها في رقبتنا احنا الاثنين. ساعة ما جينا وانت ما اتكلمتيش ولا كلمة. ما تقلقش عليا يا بابي، هبقى كويسة. الدكتورة قالت ان انا ممكن اخرج بكرة. وايه اللي كان عمل فيكي كده اصلا؟ ما بلاش نضغط عليها دلوقتي يا بابا. استنى انت بس، انا لازم افهم اللي حصل. كلمي نوع، أنا مش هقدر أسكت أكتر من كده. أنا وعدت أنت بلها أعرف آدم وبقول لها على مكان، مشيت ورا بعربيتي وراقبته لحد ما عرفت إن هو وهي قاعدين في عمارة واحدة. تقصدي جميلة طبعا، ده الكلام اللي قالوا عمها ومدحت أنكره. وانا نازله من العماره دي وقعت على السلم، وادم هو اللي جابني هنا. وايه اللي وقعك من على السلم؟ ما بلاش يا بابا نطس عليها دلوقتي. اسكت انت، اصلك مش فاهم ولا حاجه. عموما هتتكلمي او مش هتتكلمي، انا مش هقدر اسكت اكتر من كده، وقريب جدا هدفعوا الثمن اللي عملوه فيكي. انت مش بس يا بابا لما نعرف هو عمل ايه الاول. أنا مش فاهم أنت بتدافع عنه ليه؟ مش قادر أصدق لغاية دلوقتي، مش قادر افهم اللي حصل ده معناه ايه بالظبط. معناه انك لازم تتجوزها فورا. انت اللي بتقولي الكلام ده يا جميله؟ اي حد مكاني هيقول كده. انت لازم تبقى معاها دلوقتي. يعني حل مشكلتها على حسابك؟ انا كده كده كنت ماشيه قبل حتى ما اعرف انها حامل. وانا مش هسيبك تمشي. انا همشي وانت كمان لازم تمشي. هتروح عند عصام وتاخد كل حاجتك وتروح البيت وتبدا تحضر لفرحك قبل ما سركوا يتكشف. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بعدين انا مش هقدر ارجع البيت من غير ما اطمن عليك. من دلوقتي انساني خالص، انا عارفه كويس قوي هعمل ايه اليومين الجايين. يلا يا ادم ما تضيعش وقت. هعمل ايه؟
هسمع كلامك وهرجع البيت، بس انت كمان لازم تسمعي كلامي وما تمشيش من هنا. انا مش هبقى مطمن وانا ما اعرفش مكانك فين، او على الاقل ما تبقي جنبي عشان اطمن شويه. ده اكيد عصام، بس انا قلت له يطلبي تاكسي ياخدني على المكان الجديد. هتقولي اتفضل يا بابا ولا ايه؟ اتفضل. ولا يعني ما ينفعش ادخل منها شقه الست جميله؟ فهمي هو اللي اداني العنوان ده، نوها هي اللي جابته له. يا خساره، كان نفسي اجي ما الاقوش مع بعض، وخصوصا انك عارف ان نوها عيانه في المستشفى. عندك حق يا مدحت بيه، ادم كان هينزل حالا. يلا يا ادم، مش انت وعدتني هتروح البيت؟ الحمد لله انه وعدك، خصوصا انه ما بيسمعش كلام حد اللي من دول الا انت. ايه يا ادم، هتخلف وعدك مع جميله ولا ايه؟ حاضر يا بابا، اتفضل حضرتك وانا هحصلك دلوقتي. بس ما ينفعش تتاخر المره دي. قصت مناع، ماشي استنى مني الو بس عشان جدف الامور. امور يعني خلاص بقى، ما تبقى زنان بقى. اه 10 دقايق وهرد عليك على طول. ها استنى عندك، تعال هنا. مدحت بيه، دي المفاجاه الجميله دي. ده ايه اللي جابك هنا؟ لا ما هو انا كنت بصلح الاريال اللي فوق السطوح. اريال؟ اه شغلانه شريفه سعادتك، لغايه لما تديني مرتب محترم يعني. انت كذاب، انت ساكن هنا. اه ما هو انا من كتر ما صلحت قرايل السكان راحوا جابوا لي شقه في وسطيهم هنا عشان لما يحتاجوني يلاقوني. اه قمت انت مقعد ادم فيها. ايه ده، هو ادم ساكن هنا؟ سالتك عنه قلت لي ما تعرفش هو فين، اتريك تكذب عليا. انا غلطان اني عملتك كبني ادم وشغلتك عندي في الشركه. محمدي اتفضل اشرب شاي. طب مدحت بيه، بس ممكن نكمل كلامنا في الشركه عشان برستيجي قدام السكان؟ انا فاضل لي شهر وابقى رئيس مجلس اداره العماره. ده انا عتبت الشركه اساسا. يعني ايه؟ ما اترفدت خلاص استماره 6؟ اه عشان تفضل القرايل اللي انت بتركبها. صح، شغلانه القرايل بتكسب برضو. ادم طول الوقت اللي فات ده كان مستخبي في نفس العماره اللي فيها جميله، كان مخبيه هناك صاحب الاسم عصام. انا لسه جاي من هناك دلوقتي. يعني الهانم اللي قعدت تدوري عليها طول عمرك في كام شهر قلب كيان العيله دي. انت عارف يا مدحت ومتاكد وكويس قوي ان جميله ملهاش علاقه باللي حصل دوت، وان السبب في كل المشاكل اللي احنا فيها هو انت. انت اللي طردت ادم من البيت وعددته كمان انه هيسيب الشركه. جرايه يا بيلا، انت لسه بتدافع عنها بدل ما تروحي تقولي لها هيبعد عن ابني قبل ما تضيع مستقبله. ادم ادم ادم، ودي الشنطه دي فين يا باشمهندس؟ سيبها هنا اعطيها. تعالي يا سامي خدي الشنطه قبل ما ادم. بالله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. ايه اللي نزلك من عزيزي وانت تعبانه؟ انا ارتحت قوي لما شفتك دلوقتي، نورت بايدك يا حبيبي. تعالى تعالى. الحمد لله على السلامه يا سي ادم. الله يسلمك. بالله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بابا انا رجعت زي ما قلت لك، بس يا ريت ما تجيبش سيره جميله بكلمه وحشه. يعني ايه يا ادم؟ عايز تفهمني ان اللي قلناها ما كنتش رجعت البيت؟ ايوه، وعايز افهم حضرتك كمان ان جميله مش هي السبب في كل المشاكل اللي حصلت دي. شريف قال لي انه بيحبك، وعشان كده حضرتك طلبتي تقابليني. انتي عارفه ان هو ابني الوحيد، وعارفه كمان انك ما صدقتي انه رجعلك. واضح ان هو بيحكي لك على كل حاجه، وانا كمان بحكي له على كل حاجه.
جايز تكونوا بتحبوا بعض فعلا، بس الحب لوحده مش كفاية علشان يفتح بيت، وخصوصا في الظروف اللي انتوا فيها دي. قصدي حضرتك في الظروف اللي انا فيها. انتي بنت ناس ومتربية وزي القمر، وقادر ربنا يشفيكي ويرجع لك نظرك. بس شريف، شريف يستاهل، يستاهل بنت ما تكونش لسه مستنيه نظرها يرجع لها. ارجو يعني ان انت ما تكونيش فهمتي كلامي غلط. لا بالعكس، انا فاهمه حضرتك صح جدا، وحتى نفسي مكانك كمان، وكلامك ده انا قلته له اكتر من مره. ما هو شريف ما بيسمعش غير صوت قلبه بس، يمكن علشان دايما بتنصحيه ان هو يبعد عنك تعطفه معاكي بيزيد. قصدك بصعب علي. انا عارفه شريف ابني، حسسه عاطفي قد ايه. طيب انا اقدر اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته؟ يعني لو قدرتي ان انت ما تقابلهوش، ما ترديش على تليفوناته، واحده واحده هيزهق وهيعرف انك انت مش ناويه ترتبطي بيه وانتوا في الظروف دي. حاضر، مش هرد عليه ومش هقابله، بس المهم ما يعرفش ان انا جيت لك وقابلتك وطلبت منك كده. لا ما تخافيش، مش هيعرف لاني مش هكلمه اصلا. ايماني حبيبتي ما تزعليش مني، بكره هتتجوزي وتخلفي وتعرفي قد ايه الضنا غالي. ان شاء الله. اوكي اوكي باي. انا جيت في الميعاد اللي احنا اتفقنا عليه، بس لو لسه ما خلصتوش قشطه، يعني ممكن استنى على اي ترابيزه ثانيه. لا خلاص، مدام الهام قالت اللي كانت عايزه تقول. عن اذن حضرتك. اتفضلي. نورت يا مدحت. البيت منور باهله يا فهمي. شوف يا فهمي، احنا جايين النهارده اولا عشان نقول لك الحمد لله على سلامه نهى ومبروك رجوعها البيت. شكرا. اما ثانيا بقى فادم هيقولها لك. يلا يا ادم قول لعمك احنا اتفقنا على ايه. كنت عايز بس يعني استاذن حضرتك اني اعمل دخلتي انا ونهى ان شاء الله يوم الخميس الجاي. الخميس الجاي؟ ليه بدري قوي كده؟ خير وبر عاجل وفهمي، الولاد جاهزين. ايوه بس الفيلا اللي هيتجوزوا فيها لسه ما خلصتش. انا عديت على الفيلا ولقيت ان قدامها اسبوعين، فممكن بعد ما نرجع من شهر العسل تكون كل حاجه تمام ان شاء الله. ساكت ليه يا فهمي؟ قول موافق، خلينا نفرح شويه. بس بصراحه مش عارف اذا كان نوع هتوافق على الصربعه دي ولا لا. اطلع اسالها. ولا اقول لك بلاش انت تطلع، خلي ادم يطلع، عشان لو موافقتش هو هيقدر يقنعها. يلا يا ادم يا حبيبي يلا. بن جميل.